مرحبا بكم يا صحابي. النهار باش نحكيو على تونس في الصيف، وين الأجواء تسخن وتملى بالفرحة. الصيف في تونس معروف بأغاني المزود اللي تبهج الأعراس وتخلي الناس الكل تفرح وتغني. أول ما نحكيو عليه هو الجو. في الصيف الشمس تسطع والدنيا تسخن، والناس تهبط للبحر باش تسبح وتقضي وقت عائلي مزيان. تلقى الناس في القهاوي يتفرجوا في الماتشوات، وإلا قاعدين يحكيوا على حكاياتهم. وثاني حاجة، الماكلة التونسية. الصيف هو وقت الأكلات الخفيفة واللذيذة، البريك والسلطة المشوية واللبلابي اللي يكمل ليلتك. ماكولاتنا التقليدية عندها طعم خاص في الصيف. ما ننسوش اللبسة التقليدية. في الصيف تكثر الأعراس وتكثر معاها اللبسة التقليدية متاع الكراكو والجبة والسفساري. الأعراس التونسية تملى بالفرحة، من الدخلة للعروسة للسهرة اللي تتعدى بالغنى والرقص. وأهم حاجة الأغاني. المزود هو روح الأعراس التونسية. الأغاني التونسية اللي تتلعب بالمزود تخلي الناس الكل تفرح وتغني. المغنين يدخلوا في جو الحفلة، وكل عرس عنده نغمته الخاصة. الصيف في تونس حاجة ما تتفوتش. كونوا ديما حاضرين باش تعيشوا الجو التونسي، تفرجوا في البحر وكلوا الماكلة اللذيذة، وأفرحوا بالأعراس والأغاني. نشكركم على المتابعة. ما تنساوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة. كونوا ديما حاضرين باش تتبعوا كل جديد في تونس. نراكم.